منظومة ديال مغاربة العالم أصبحت مريضة وأصبحت مصابة بواحد المرض اللي هو عضال، وهو المرض ديال التفرقة، ديال ظهور الكائنات التي هدفها هو تشتيت المنظومة، ضرب كل المكتسبات. تنقول لماذا ما عندكمش هذا الحماس لما تضرب مكتسب من المكتسبات ديالكم؟ ما تخرجوش تظاهروا لما بقاو العالقين والعالقات في المغرب؟ ما تخرجوش تظاهروا لما ان الشركات ديال التأمين وحتى الدولة المغربية رفضت الجثامين ديال الموتى ديالكم خلال الجائحة ديال كورونا، مع العلم أن الدول الأخرى تستقبل موتاها؟ ما تخرجوش تطالبوا بالحقوق ديالكم كما جات في الدستور ديال 2011. نحن مغاربة سواسية أمام القانون، ممكنش المغربي اللي برا تخلص الدوبل ديال الرسوم ديال الوثائق الإدارية في القنصليات. وساكتين ساكتين ما تتكلموش، ولما تينوض أي واحد يطالب بالتفعيل ديال الدستور، الانتظارات ديال مغاربة العالم تخرج هذه تنسيقية، هذه جمعية، هذه مغاربة الشتات، هذه الجالية، كل اسم بدون مسمى. القضية الوطنية لا نقاش فيها، لكن هناك قضايا أهم، لأن القضية الوطنية ما تتبقاش على طول العام 365 يوم. وإخوانكم وأخواتكم في دول الإقامة لهم مشاكل، لا مع العنصرية في الشغل، مع التأمين، مع العقار اللي تتستولي عليه المافيا ديال العقار والكل ضربها بطم تتكلمش، لكن تتعجبوني اللي تبداو تخرجوا وتهزوا في الرايات وتديروا السيلفيات وتغنيوا العيون عينية ولا صوت الحسن ينادي. الصحراء حسم الأمر فيها في 1975، أما الآن فغا هناك اللي باغي يسترزق. وأظن أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية اللي اعترف بالسيادة المغرب على الصحراء، أتمنى أنه يكون الفصل الأخير من فصول المسترزقة والمسترزقين بالقضية الوطنية، لأن بزاف وما قدمت حتى شي حاجة إيجابية. فالمنظومة ديال مغاربة العالم يجب أن تعالج وفي أقرب وقت، حتى لا يرث الأجيال القادمة هذا المرض الخطير اللي أصاب المنظومة. فنفكروا جميعا أنه سنة 2021 تكون سنة أولى القضاء على فيروس كورونا، وكذلك البداية ديال العلاج ديال المرض العضال اللي صاب المنظومة ديال مغاربة العالم
فكفى من الركوب، وكفى من الاسترزاق، وكفى من التشتيت، لنجمع ولنوحد كلمتنا. تهم شكون هو الزعيم ولا شكون هو الداعي إلى الوحدة، تهم أننا خصنا نتصنتوا لبعضياتنا ونتنازلوا ونسمعوا لبعضياتنا.